사 잠시. 네. 사 잠시. 잠시. 파우저. 왜 싫어하는 거예요? 포카라스크. 뭐라. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، احوال طيبه وكلشي مزيان، كلشي بخير، كلشي هو هذاك. الحمد لله، دابا شادين الطريق، دابا فقنا في الصباح، مشينا خلاص فطرنا وشدينا الطريق، دابا غنمشيو ان شاء الله للشمال. دابا كما كتشوفوا دابا وصلنا، صافي الطريق راه شفتوا جبده واش من جبده. دابا غادي نمشيو، دابا واقفين هنايا في سميتو في مولاي بوسلهام. شفنا هذا المنظر هذا وكان الجو زوين الصراحه. جينا في هذا، يعني كان الجو في الاول كان فيه سميتو، كان فيه الشمس هنا في بوسلهام وفي العرايش. فاش مشينا لهذا الاصيله وطنجه لقينا الشتا تحت تمايا، وكان الجو رائع. كما كتشوفوا هالمناظر جد رائعه وزوينه. ان شاء الله من بعد غادي تشوفونا، غادي نمشيو عاوتاني نشدوا العرايش. وهانتوما معايا وتابعوا معايا، وعندكم تملوا من الفيديو راه طويل واحد شويه. المهم الا بغيتوا تدوروا معايا مرحبا، يلا تبارك الله عليكم. ودائما بارطاج وجيم، وعافاكم تعاونوا معنا شويه باش تطلع شويه القناه، راه كنشوف المشاهده طايحه، ما عرفتش علاش ما بغيتوش تساعدونا ولا شنو. ايوا ساعدونا باش تحمسونا، باش حتى حنايا نبقاو نديروا الفيديوهات ونصيفطوهم وتفرجوا معنا وتدوروا معنا في المدن المغربيه. اللي مالا اللي ما عرفش شي مدينه يشوفها بعدا، على الاقل غير في اليوتيوب بعدا. و لي جيم والبارطاج هذا هو اللي كان ندير عليه، كان انسيستي عليه. الله يرضي عليكم. ايوا يلا ريان، شنو غتقول لهم؟ الله يعطيك الخير، الله يعطيكم الخير كلكم. راه شتي حتى ريان ولا كيعاونني، كيقول لكم الله يعطيكم الخير. يلا اللي دار جيم ودار بارطاج ودار اشتراك، اللي دار جيم غادي نتهلاو. صافي غيتهلا فيكم ريان. دائما كنبغيوكم وشكرا لكم. ودابا شادين الطريق ان شاء الله غنمشيو للعرايش. دابا وصلنا اصيله، غنمشيو نقلبوا على لوتيل فين غادي نجلسوا. واخيرا لقينا دابا لوتيل، هنا دابا لوتيل زوين الصراحه. نتوما فيه لا كويزين ديالك،
فاش شفتو داك ديك لابارتمون فلوتيل زوينه متسعه وكبيره وفيها جوج حمامات وفيها دو شومبر وصالون وكوزينه زوينه الصراحه والثمن مناسب. يعني في فصل الشتاء كيكون شويه ديال الرخف في الاوتيلات اللي بغى يسافر هكا في العطل، مناسبه في هذه العطله دابا اللي جايه اللي بغى يسافر. وصافي كما شفتوا شدينا دابا الطريق لطنجة، غير حطينا حوايجنا وارتحنا واحد شويه صافي وشدينا الطريق لطنجة. ضروري طنجة خصنا نمشيو ليها، وعندي واحد واحد راجلي فوق ما كيمشي لطنجة كيقول لك والو نمشي نشوف دارهم حيت كبرت مايا، كبرت ما في طنجة ودائما كيمشي كيشوفها واخا غير كيطلع عليها غير كيدوز من قدامها ولا بلاش، المهم غير يشوفها حيت بقات فيه كبرت ما. وانتم غادي تشوفوا الدرب فين كبر ونوري لكم الدار ديالهم بقات فيه، خصوصا فاش يمكن غادي تهدم حيت شفناها محلوله، يمكن الناس ديالها باعوها، يمكن غادي حيت تما راه ولاو كيبنيو كلينيكات وهذا، حيت دابا هذيك البلاصه جات حاضره ديك الفيلا ديالهم وخاصه ديال الطبقات وسميت جوج ديال الطبقات وهذا ولتحت كتبان هكا هابطه، يعني هابطه بزاف. ويمكن ها هو الدرب ديالكم عبد الرحمن، يعني شفتي الدرب ديالكم فين هي الدار؟ بلاتي دابا هادي عندها الداخل، هي هابطة هي هابطة جات فيلا هابطة، والله إلا راه الباب ديالها مفروع وداك الباب الآخر محلول معرفتش. سميت هاد البلاصة مسترخوش سوق البقر. كما قلت لكم بقى فيه الحال بزاف حيت كانت محلوله، والله ما كنت بغيت باش ندخل نصورها ساعه خفت، لا زعما يقولوا لك اش كدير تما ولا شي حاجه. غنديروا لا مارش سرايا ما تهزش هذاك الشيء. يلا 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 فيت 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 فيت
وي هانا هانا وي يلا اش سميتها هاد الفيلا فيلا هاريس فيلا هاريس جينا لهاد هاد البارك واحد البارك زوين واحد واحد المساحه كبيره فيها الشجر فيها شنو نقول لكم داكشي رائع ولقينا فيها هاد الفيلا الفيلا ديال فيل كيقول لها فيلا هاريس دابا راه ولات متحف متحف وغادي نقول لكم على هاد الفيلا ديال من وشكون اللي بناها هاد الحديقه هاد الجريله هادي ديال سميتو واحد السيد سميتو هاريس يعني كتوجد هاد الفيلا في هذا في واحد المنطقه ديال في ملباطا في مدينه طنجه حدا الكورنيش سمات بهاد الحديقه بفيلا هاريس نسبه الى ووتر هاريس مراسل جزيرة تايمز البريطانية وصحافي ديال سميتو ومن 1933 1866 كان صحفيا وكاتبا اشتهر بسبب كتاباته عن سميتو عن المغرب وخصوصا كتابه المغرب كما كان عاش في المغرب منذ كان عمره 19 عام واستقر معظم حياته في طنجة أشرف بنفسه على بناء هذه الفيلا وهي عبارة عن قصر رائع مليء بالزخارف والنقوش المرسوم على خشب الأرز كما أشرف شخصيا على التخطيط لبناء وتهيئ عدد من الحدائق والجنان التي ما تزال تحتوي على العديد من الأشجار المستوردة أهم شيء في هذه الفيلا هي الحديقة الواسعة المحيطة بها والممتدة على مساحة 9 الهكتارات بعد إهمال طال المكان لسنوات كان هذه البلاصة كانت مهملة زعما هملوها وأصبحت فيلا هاريس ضمن مواقع التراث العالمية فقد تم إعادة بنائها وتأهيلها سنة 2017 وهي اليوم تحتضن متحفا وطنيا للفن المغربي وصار ما مشيناش في النهار باش نشوفوا شنو عندها في الداخل ما شفناش الداخل وانما قالوا لنا بان راه تما لوحات ديال الفنانين الكبار والمغاربه القدام يعني كيعرضوا تمايا سميتو الصور ديالهم لوحات فنيه وخساره الصراحه خص الواحد يمشي يشوفها في النهار باش يشوف يكتشف الداخل ديالها حنا للاسف جينا تما في الليل ايوا هذا هو المختصر ديال هاد مول فيلا البريطاني وتبارك الله عليه زعما اختار واحد المنطقه عجيبه ورائعه زعما الواحد كيمشي تما كينسى الدنيا وما فيها صافي دابا ظلام الحال علينا تمايا وشادين دابا الطريق ان شاء الله للاصيله باش نمشيو ونرتاحوا عاوتاني ان شاء الله الغد ليه باش انتوما معايا غادي تشوفوا فين غادي نمشيو ان شاء الله وتدوروا معانا في واحد البلاصه عاوتاني جيت رائعه يلا تبارك الله عليكم سلامه I'm not afraid to die.
العشه ديال رايان. شوفوا 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 العشه ديال رايان. هي هي تبارك الله. يلا فيك الجوع. يلا كل شنو غير شفتي الشوف. يلا كل قول بسم الله. بسم الله تكون معايا.